لم تظهر النتائج الرسمية لامتحان التزوير في قضية الشهادات الجامعية للطلبة العراقيين، لكن بعض هذه الجامعات المتهمة بدأت حملات تطهير متأخرة، فقد شهدت الجامعة الإسلامية انتفاضة في إدارتها، وبحسب تقارير صحفية تدخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وأجرى تحقيقات في الجامعة أفضت إلى تغييرات في هيكليتها، وتقدمت رئيسة الجامعة الإسلامية دينا المولى باستقالتها ليتم تعيين وزير الزراعة الأسبق حسن اللقيس رئيسا. كذلك عين فرح موسى مساعدا لرئيس مجلس الأمناء بدلا من نزيه جمول الذي أعفي من مهامه، ومحمد فرحات مسؤول قسم الدراسات العليا بدلا من الدكتور عباس جابر الذي أعفي من مهامه، وعلي بملحم مسؤولا ماليا بدلا من حسين ضاوي الذي أيضا أعفي من مهامه. ولما كانت هذه القضية تشكل ضربة كبيرة لسمعة التعليم الجامعي اللبناني، فقد حطت على طاولة لجنة التربية النيابية التي اجتمعت برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور وزير التربية والتعليم عباس الحلبي للاطلاع من الوزير على حيثيات الملف. وقد علمت الجديد أن اللجنة طلبت التوسع في التحقيقات التي من المفترض أن تنتهي نهاية الشهر الحالي قبل أن تعود للاجتماع بعد ذلك للاطلاع على خلاصة التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة. ووعد الحلبي بالتوسع في التحقيقات من كل جوانبها ووضعها في تصرف اللجنة. عرض أمام اللجنة البرلمانية للتربية أبعاد الموضوع، ونحن عم نعالج هلأ بعد ما عندي كل ما اكتملت كل العناصر لأدلي بأي تصريح. نحن في عنا حرص على جامعاتنا وعلى شهاداتنا وعلى كل الطلاب اللي بيكونوا مسجلين وفق الأصول بهذه الجامعات وحصلوا على شهادات بطريقة نظام. أنا عم بتواصل مع معالي وزير التعليم العالي في بغداد وعم نقاطع المعلومات وعم نتعاون لوصول إلى خواتيم هذا الملف. كذلك عبر النواب عن رفضهم التام لهذا العمل، وشددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها. احنا رأينا واضح ووضع ورأينا صريح بالنسبة لهذه المسألة. الموضوع اللي عم يتناقش اليوم هو موضوع الشهادات المزورة اللي صدرت عن بعض الجامعات بلبنان. نحن بنعرف انه سمعة لبنان فيما يتعلق بموضوع التعليم العالي والجامعات هي سمعة كتير كتير طيبة، ويجب ان تبقى هذه السمعة. هلا صار في جرم ارتكب، يجب محاسبة من ارتكب هذا الجرم، لأنه ما بيجوز أبدا على الإطلاق أنه نشوه نحن صورة التربية وصورة التعليم ببلدنا وبوطننا. في قضاء هذه الملفات يجب أن تتحول إلى القضاء المختص ليبنى على شيء مقتضى. في قضاء يجب محاسبة من ارتكب، مش بس قصة مال، الموضوع مش موضوع مال، الموضوع أنه ارتكب هذه الجريمة لازم يتحاسب. ومع بروز هذه القضية تعود إلى الذاكرة قضية مشابهة أثيرت عام 2019 بطلها المدير العام السابق للتعليم العالي أحمد الجمال، الذي وبعد إعطاء وزير التربية آنذاك أكرم الشهيب إذنا في ملاحقته أوقف بجرم تلقي رشوة وتزوير شهادات جامعية، غير أنه أطلق سراحه بكفالة مالية بلغت 1.5 مليون ليرة لبنانية ليعود محمولا على الأكف. ومنذ ذلك الحين لم يشأ أي رئيس حكومة إقالته، بل كان يجري وضعه في تصرف رئيس الحكومة، أي أنه يستمر مديرا يتقاضى راتبه ولا يجرؤ أحد على مقاداته لاعتبارات طائفية. هي إذن قضية تربوية بحجم وطن، المحاسبة والملاحقة فيها قد تصطدمان ببعض العقبات على الطريق اللبنانية، خصوصا الطائفية منها أو المذهبية، غير أن القضية اليوم هي قضية وطنية تمس سمعة التعليم ككل وتضرب صدقية قطاع حيوي يعول عليه داخليا. والعين اليوم على نتائج التحقيقات وما سيترتب عليه من إجراءات وعقوبات بحق المرتكبين. محمد فرحات، قناة الجديد.